نبداو خليكم نرجعوا للبلاتو محمود تسترجع البوكس نيوز. نبداو بتسريح نبيل بالعم مدير مؤسسة إمرود كونسلتينغ اللي حكى على التونسي والقراءة. قال انه المعادلات والارقام يلزمها تحيل لانه قاعدين نحكي على ارقام قديمة شوية والدراسات قديمة شوية في تونس، ولكن نحكي على علاقة التونسي بالقراية بالكتب وعلاقته بمواقع التواصل الاجتماعي بارقام علمية. نبيل بالعم مدير مؤسسة إمرود كونسلتينغ يطرح الموضوع. خلال 12 شهر اللي فاتوا شريت كتاب باش تقراه بخلاف الصحف المجلات الكتب المدرسية الأطفال والمصحف الشريف. شاطات الأرقام، الرقم تاع 2023 على 17% من التوانسة شراو كتاب في 12 شهر اللي فاتوا. وكل فوا في تطور الرقم. في تطور، ولكن نشوفوا لنا وقت اللي نعملوا ربط البيانات نعمل كروزمون ما بين التوانسة المتيسرة اللي مثلا عندهم دخل شهري يفوت 3000 دينار هي. 17% تولي 53%. اه كمان اللي يملك عنده كونت فيسبوك يعدي 82 ساعه في الشهر، انستغرام 66 ساعه في الشهر، تيك توك 57 ساعه في الشهر، عندك يوتيوب 45 ساعه في الشهر، سناب شات 26 ساعه، وتويتر 22 ساعه في الشهر. انكرويبل برشا. وقت اللي نقارنوه ماذوما بالوقت اللي عديه في الكتاب هي. اربع ساعات، اربع ساعات في العام، اربع ساعات لا في الشهر، في الشهر. هذا كلام مدير مؤسسة إمرود كونسلتينغ اللي حكى على الأرقام. قال 17% شريوا كتاب في 12 شهر الأخرانين، ولكن إذا كان ناخذوا بعين الاعتبار المداخيل متاع التونسي وناخذوا الطبقة المتيسرة شوية، تنجم تشري كتاب اللي ماهيش عايشة الفقر والحرمان والخساسة، دونك الكتاب بالنسبة لها سيتان لوكس وحتى أكثر من لوكس. نجمو نحكيو على 53% شريوا العام اللي فات، وحكي على علاقة التونسي بالكتاب 4 سوايع في العام مقابل 84 ساعة فيسبوك، 20 ساعة تيك توك، 30 ساعة يوتيوب. وسمعتوا الأرقام. نبدأ بك حاتم، رغم أنه الأرقام مش ولا بد لأنها في تحسن كبير تتسمى مقارنة بأرقام كانت صدرت 6 و5 سنين التالي. أي هو راهو معناها كل وقت وقته زاد، فما قبل كان فما الكتاب موجود كان ورقي، تو برشا عباد يسمعوا الأوديو، فما الناس تخرج تتحوس وتحط لك تحط معناها في الكاسك تسمع كتاب، فما زاد بدون ما توانسة يشريوا كتاب، معناها تحسن رقم التوانسة اللي يشريوا. أغزر في العالم أجمع الميسورين هما يشريوا الكتب، خاطر الكتب غالية حتى البرة راهي غالية، والناس اللي معناها ما عندهمش الإمكانيات ما همش ميسورين ما عندهمش دخل قوي، دونك يقعد الكتاب ثانوي ماهوش حاجة أساسية. لكن فما دوتخ فوا، مثلا أنا قالوا لك نهار فما مكتبات عمومية رجعت، معناها فما عباد تمشي المكتبة العمومية، فما عباد ياخذوا الكتب، فما دوتخ سيركوي، فما جمعيات زادت تفرق في الكتب، دونك باهي معناها لو روغان هذايا باهي عودة الكتاب. والكتاب راهو تو يقولوا برشا ناس مثلا يمشيوا على فيسبوك ولا على تويتر، تويتر مش كيما فيسبوك، تويتر ديما تلقى المحتوى يكون فما محتوى سياسي نخبوي شوي نخبوي شوي وهو داير هذاك مش موجود في تونس بريس تويتر. اي معني اكثر حاجه راهي ماشيه هنا هي الفيسبوك، اما راهو حتى في على لي ريزو سوسيو فما عباد تقرا مثلا تقرا حاجات كوندونسي ماهيش طويله برشا، مثلا تقرا حاجات سورتو حاجات هيستوريك داير، بعد ساعات ترقى بوبليكاسيون مثلا فيها خريطه يحكيوا على حاجه تاريخيه في تونس، مش برشا عباد يزيد السورس والمعلومه ومش كيما تشد كتاب عارف شكون كاتب وكذا، يجيك ارتيكل كيما ينجم يعطيك معلومه مفيده كيما ينجم يعطيك حاجه غالبه. ام وين قداش تقرا في الشهر في العام؟ ما نعرفش حاتم انت تقرا كتب. اي نقرا كتب. انا بون عندي نقصت قرايه الكتب بالحق لي ريزو، وليت نسمع برشا الاوديو الكتب برشا اوديو اللي ما نخلطش نقرا ونسمع. اللي سان ستايل عندنا ولا راك ملي البنه نتاع الكتاب تورق وما تلقاه في حتى حاجه اخرى. اما ام وين اخر كتاب؟ اخر كتاب تقرا فيه تو؟ لا لا تو اللي من اخر كتاب قريته به اوموديوس تاع يوان افال اراري اللي قراه زير. لا مازلت انا نقرا تو في لي غروند دات دو ليستوار دو فرانس بور لي نول. كتاب ممتاز رفيق راهو برشا تو سامحونا يمكن نحن ما دخلوناش في الاحصائيات انا والناصر نحكي على روحنا نحن انا والناصر نقراو بالابليكاسيون راهو ابليكاسيون دي بالحق العباد تشوفها وكا. بالحق تقرا فيه الكتاب؟ نقرا فيها. وقتاش الثوره الفرنسويه صار؟ لا ما نجاوبكش ادخل اخرى ما نعطيكش معلومه ببلاش. مش نحن نتعب وانا والناس نقرا وستابيل وكذا وكذا. والله مش باش تخرج منه كخلاصه الكتاب للناس اللي تسمع فينا. الدنيا دواره. الدنيا دواره. اعمل خير ترقى الخير. هذا الكتاب. معناتها بما معناه باش نبسط المواطن العادي تو اللي وحده وكذا. برشا والله يا رفيق برشا يقراوا بالابليكاسيون. محمود.
اغزر ما يقراش محمود اغزر رفيق سي توت افي نورمال راه انا ما نربطهاش بمساله الامكانيات خاطر تنجم تلقى كتاب بدينار في معرض الكتاب فما دي ستوند بدينار تنجم تشري كتاب ليه والله الكتب القدم والله فما في الدينار ليه مش في المعرض ليه والله في المعرض لقيت الحقيقه تهبط الرو دونجلتير رو دروم اهبط الوسط البلاد تلقى الكتب بدينار وبقوا مثلا محمود ولادك يا بناتك يقراو والله يقراو ليه معناها بارابور لي انت صحيت جينيراسيون جديده هذه تحب تقرا كتاب بابا شري لي كتاب اي بارابور لي احنا قبل نتذكر سامحني كان انفردو كي امي تمد لي كتاب ولا المكتب باش تلخصوا كل كنا نفدوا بعد كي كبرنا فهمنا اللي يلزمك تقرا كرفي كان كرفي اغزر يظهر لي سي ان سيستيم ديفيرون هما يحبوا انا بناتي مثلا يقراوا اكثر مني كتب توا يقراوا اكثر مني بنتي تنجم تقرا لك 10 كتب في العام معناتها فهمت سكي با مال معناتها العمرها هي 12 سنه هي اللي هي محمود بنته هي شنو محمود كل عام هكا بتعمل شكل بالحق معناتها الرفيق وما عندهاش ريلاسيون راهو بالمقدره الشرائيه بتاع المواطن المقدرة الشرائية بتاع المواطن صحيح تنجم تمس اليوم باش ما يقراش ولكن كي يلقى كتاب بدينار وبالفين يقرا ولكن احنا ما نحبوش نقرا شو يسمك تكون مغروم برشا باش المقدرة الشرائية ما تقلقك شكل اللي فريمون توصل تنحي حتى من لحمة ماكلتك ولا من تعرف غلة باش تشريه وتشري كل كتاب هذاك المواطن العادي اللي احنا نحبو نغرموه اذا كانوا فينونسيرمون ماهوش مستاسع نقولوا احنا باش يلقى صعوبه والله حتى في الفري بتلقى رفيق فما عندنا كتاب توانسه راهم والله ما احلاها انا اخر كتاب مثلا نقول لك نقرا في تو عامل بزوع نتاع حسنين بن عمرو معناتها حاجه ممتازه جدا راهو عندنا كتاب في تونس الكتابه نتاعهم وسورتو يحكيوا لك على التاريخ بطريقه ممتازه جدا ويحبوك في القرايه سونيا شو سنا نعملوا باش صغارنا يوليو يقراوا انت تقرا برشا من الناس اللي طالع ومن الناس اللي ديما كتاب معاك في اوتيل في فواياج في كذا اما شنو يلزم نعملوا باش صغارنا يوليو يقراوا في الدار في المكتب في الحكايه فمش سر خاطر انا نحكي على تجربتي على على تجربتي الشخصيه اللي عملته معايا امي واللي عملته انا مع بنتي انك تسنس الصغير بالكتاب اللي هو مازال ما يقراش كانوا قبل فما ما نعرفش كان مازالوا موجودين اكل كتب اكل القماش تعطيهم للصغير دوب ما يبدا يتحرك كيما يتعلم ياكل معناه يشد مغرفة في يده يشد كتابه ويبدأ يورق ويقلب ويعاود يورق ويقلب وينجم يعملها 500 مرة صغير يستنس بالكتاب ومن بعد دخلنا للمكتب عفما كصنعة متاع كل واحد يجيب كتاب والكتاب يدور على قسم كامل كل 15 يوم نبدلوا الكتب دونك تتغرم بالكتاب تحب وإلا تكره وكما كان يقول حاتم المكتبات العمومية رانتا ويكا كي نحكيه ونقوله وتشريه وقدرة شئرية رانا نحكيه على المدن الكبرى راهو فما مناطق نائية اللي الكتاب ما يوصل لهاش إذا كان ما فماش ناس يوصلوا لهم الكتاب مكتبات عمومية وإلا حاجة أخرى ما سنسناش العباد بالكتاب توا باي زامبل البارح أهبط للسانترو فيل الحقيقة مأساة تعيش فيها السانترو فيل مشيت ساحة برشلونة النصب متاع الفريب قلت تصور أنت كان جيت ساحة برشلونة الكلها دي بوكينيست كما نراوهم مثلا في فرنسا ولا في غير فرنسا احنا اللي احنا نصب متاع الفريب والعباد تفرز حاجه اخرى وانهي كوم باغازار في باليش باش نحكيو على الكتب هبطت في ستوري نتاعي البارح مكتبه ما نحشمش باش نعمل لها بوبليسيتي خاطر وقت تحكي على كتب ميساج تاع بوبليسيتي مكتب الكتاب اسباس في ميتويل فيل حاجه مرعبه حاجه في غايه من الجمال وليه وخاصه تبدا تحوس ولي زالي واسعين ومعناها تاخذ راحتك وزادوا عملوا قهوه الفوق تشي الكتاب وتقرا الفوق ناصر قدم كتابه باللي تقرا في العام 22 بالمعدل ريت حتى معدل بوهلال ساعات يبدا يسرح في التاسعه يخرج في البوبليش بدك ميكرو ناصر انا ما نجم يجيني النوم كان ما نقرا كتاب على ذاك عندك سنين ما ترقدش هذاك علاش عندي سنين ما ترقدش وهذاك علاش ديما نجي تعب الصباح وهذاك علاش اخر كتاب المصحف في رمضان لا ذاك قرين على روح اما بالحقيقه اخر كتاب اخر كتاب لا ما نعرفش الكتاب هذاك قال لي زياد ما نجمش يا ودي اخر كتاب وقت اللي كنت نقرا وعمري ما قريت كتاب عمري ما قريت كتاب
الكتاب، لكن تنديسك الحاجه اللي هي باهيه صغاري مغرومين بالكتب. انا احلام ولا ايه والله ايه، تبدا مروحه معايا في الكهرباء تبدا تقرا في الكتاب وهي ماشيه في الاوتوروت. بربي نصيحه للقراء خاطر توا برشا بعثوا لي اصحابي يحب بربي اقراوا لي فلور دو مال شارل بودلير، حاجه اكسبسيونيل. لا شنو يحكي على شنو يحكي، سي مانيفيك. حلو ربي معاكم شريو عنوار لي فلور شنو عنوار عنوار عنوار. نخرجوا فاصل ونرجعوا لكم بعد شويه للبلاتو. شعر بعدوني. نخرجوا فاصل وبعد شويه نرجعوا للبلاتو. راه ماجله 9:30 ما تبقى